يقول هل من يقول كلمة يا رسول الله أو كلمة يا مساكين عند تذكره شيء قديما أو حديثا، هل في هذه الكلمة شيء؟ وهل هو من باب التوسل علما بأنه لا يقصد في كلامه هذا التوسل أو التقرب؟ لا يقول يا رسول الله حتى ولو لم يقصد الدعاء أو منادات الرسول، لا يتعود هذه الكلمة، لا يعود نفسه هذه الكلمة، لأنها تشبه دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ونداءه، فلا يعود نفسه على هذه الكلمة. وأما ترحمه على المسكين من باب العطف عليه فلا بأس أن يقول هذا مسكين، هذا فقير، هذا محتاج، من باب العطف عليه والإحسان إليه. نعم.